الجزء الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت لجنة الخدمات النيابية إن هناك مشاريع كبيرة في العراق صرفت لها أموال رغم أنها حبر على ورق، وأظهرت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لممارسة الدور الرقابي للجنة الخدمات على المشاريع المتلكئة من أجل إعادة العمل بها وإنجازها بشكل حقيقي. وأضافت أن الكثير من الأمور المتعلقة بالفساد في المشاريع الخدمية وغيرها من المتعلقة بالأبنية المتلكئة بحاجة إلى التدقيق بها والتحقيق بملفاتها وإحالتها إلى القضاء. أكد خبراء اقتصاديون أن مطالبة محافظة البصرة ب 22 تريليون دينار كتعويضات أو ديون تخص البترودولار هي قرارات تخضع للمزاج والدعاية السياسية ولا تتعلق بالاقتصاد. ونقلت مصادر صحفية عن الخبراء قولهم إن مطالبة محافظة البصرة بهذه المبالغ الكبيرة يجب أن تقترن بمشاريع استراتيجية تذهب إليها وتخصص لتلك الأموال لكي تعرف الحاجة الفعلية للمحافظة للأموال، مضيفين أن الأموال ضمن البترو دولار تخصص بشكل سنوي ضمن الموازنة العامة للبلاد، بينما يجب أن يكون لها قانون خاص. أكدت محافظة بغداد ارتفاع أعداد المتقدمين ضمن وظيفة عقد قانون الأمن الغذائي إلى أكثر من 118,000 يتنافسون على 1000 درجة وظيفية. وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا إن المحافظة لم تعد بعد أسماء المقبولين في وقت تتواصل فيه تظاهرات الخريجين من المعاهد والجامعات للمطالبة بالتوظيف، مؤكدين عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وطرح درجات وظيفية قليلة مقارنة بحاجة مؤسسات الدولة لخريجين جدد لا سيما في القطاع التعليمي. كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عن ارتفاع أسعار الأسمدة في العراق بنسبة 25% في ظل غياب دعم حكومي كامل. وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد التميمي إن أسعار الأسمدة في الأسواق العراقية ارتفعت بشكل مضطرد خلال 5 أسابيع بنسبة تصل إلى 25% بسبب استغلال بعض التجار لملف التحقيقات الخاصة بشحنة أسمدة حكومية كبيرة يشتبه بأنها ملوثة تم استيرادها مؤخرا. حذر صندوق النقد الدولي من خسائر مالية عالمية قد تصل إلى 3,400,000,000,000,000 دولار سنوياً. وذكرت رئيسة الصندوق كريستانا غورغيفا إن قمة مجموعة العشرين لا تتعلق بحقيقة وجود إعلان مشترك، ولكن التركيز كان على مشاكل ملحة للغاية مثل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة وأمن الغذاء والطاقة. وأضافت غورغيفا أن العالم يشهد بالفعل علامات تدهور اقتصادي، وهي تأتي من مصدر قلق مشروع ألا وهو أمن الإمدادات، محذرة من تكاليف باهظة جدا خاصة بالنسبة للاقتصادات المفتوحة وعلى نطاق أوسع بالنسبة للعالم النامي. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
كتاب موجز.